أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول في قول الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يسأل عن هذه الآية وعن الضابط الشرعي في الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند احتضار المؤمن، تتنزل عليه الملائكة تبشره بالجنة وتطمئنه لأنه في هذه الحالة ينتقل من دار إلى دار، ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فيحصل عنده شيء من الشدة والخوف لما يستقبله، فالملائكة تطمئنه ليذهب عنه الروع والخوف، ألا تخافوا ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا من المال والأولاد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تبشرهم بالجنة فيطمئنون بهذه البشارة التي وعدهم الله إياها. ثم قالوا نحن أولياؤكم نتولى أموركم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فهم كانوا مع المؤمنين في الدنيا يسددونهم ويطمئنونهم ويدافعون عنهم، وفي الآخرة يصاحبونهم في الجنة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم من كل فاكهة ومن كل ملذة، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون من المآكل والمشارب والنعيم. والاستقامة معناها الاعتدال على الطاعة من غير غلو ومن غير تساهل ومن غير إفراط ولا تفريط، مع المداومة على ذلك إلى الممات، هذه هي الاستقامة، ملازمة الطاعة وتجنب المعصية من غير إفراط وغلو وتشدد ومن غير تفريط وإضاعة، هذه هي الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووعد أهلها بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا يدل على أنه لا يكفي القول باللسان، بل لا بد من الاستقامة في الاعتقاد وفي العمل، فيصدق قوله عمله. وأما الاستقامة باللسان فهذه لا تكفي ولا تنفع. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو ثمرة ربط الاستقامة بقول ربنا الله. وفي الحديث أن سفيان بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لا يسأل عنه غيره،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مثل الآية الكريمة. نعم.